ما نبقاش قاعدين ايه؟ لا لا احنا لا نقص. اهلا اهلا. لا ما وحشاني يخرب بيتي. يحيى؟ بلال؟ هاي. نور؟ بيسو؟ هو ده بقى سياحة اللي واخدك مننا؟ في ايه مختلف يعني؟ ما هو عادي اهو. لا انا عادي فعلا، بس انت بس ممكن تبقى اقل من العادي سيكا. بوم في منتصف الجبهة. ده عادي وكوميدي كمان، بداية مبشرة. اتفضل. تعالي يا عمتي. هات كرسي. عايز كرسي هنا. انه هطلع خلص خناقي واكلمك. هو مين بيسو ده؟ لاحظ انكم قريبين شويه زياده، وعمال يرمي على افيهات انا مش فاهمها. مفيش حاجه يا احمد، بيسو صاحبي من زمان ودي طريقته، وانا مبقاش عندي صحاب كتير يا احمد، فلا هسيبهم ولا هغيرهم. لا ما تغيريهوش، سيبيه بقى يحط ايده عليكي عادي، ويدخل يبوسك عادي، ويتكلم عليكي كأنك مراته، ويهزر هزار البايخ ده. طب انا بقول لك انا وهو صحاب بس، مفيش بيني وبينه اي حاجه. صحاب ايه؟ على ابو الصحوبيه اللي كده، ما تعصبنيش. طب اهدى، انت بتغير عليا؟ ذكر شرقي شرقاوي يعني وكده؟ بقول لك ايه؟ اطلعي اطلعي بدل من خلقه تبقى اتنين. تالين كنت فين؟ كنت مع اصحابي. مين اللي موصلك لغايه البيت ده؟ ماما ممكن عشان خاطري. بلاش خناقه النهارده عشان انا على اخري ومش قادره. أنا سايباكي براحتك يا تالين لغاية دلوقتي، بس والله لو زودتي فيها لا تروحي تعيشي مع أبوكي. أنا زهقت من